لقاء متميز إن شاء الله يا رب. ارتحتوا وشفتوا الشباب اللي كانوا موجودين، إيش آرائهم وما هي الخطوات اللي عملوها. لنصل الآن إلى لقاء تحليلي مع مجموعة من الإعلاميين والمتخصصين في شؤون الأحزاب لنناقش المشهد السياسي بتحليل إعلامي ومتخصص إن شاء الله. ضيوفنا لهذه الفقرة هو المهندس صلاح عبد الجليل الصايدي من مواليد 1971 مدينة تعز، درس الأساسية والثانوية في تعز والتحق في جامعة صنعاء كلية الزراعة. كان عاشقا للعمل السياسي والشبابي فتدرج من الجوالة إلى الجمعية العلمية قسم البساتين في الزراعة، ومنها كان أحد الناشطين في المؤتمر الشعبي العام في الجامعة. التحق في العمل في اللجنة العليا للانتخابات عام 1997، ثم عين مديرا للعلاقات الخارجية، ثم نائبا لمدير العلاقات العامة، وبعدها مدير عام شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى مدير عام مكتب رئيس قطاع شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. متزوج ولديه ابنتان. أيضا ضيفي في هذه الفقرة الأستاذ كامل مصلح الخوداني من مواليد محافظة إب مديرية يريم، مدري ليش تحفظ على السنة الميلاد. درس الأساسية في مديرية يريم والتحق في جامعة صنعاء بكالوريوس لغة عربية، يعمل في رئاسة الوزراء وتدرج في المناصب، يشغل الآن نائب مدير مكتب الأمين العام، كاتب ومحلل سياسي، متزوج ولديه ما شاء الله 6، 3 من البنات و3 من الذكور. وضيفي أيضا الأستاذ عبد الفتاح حيدرة من مواليد الإمارات العربية المتحدة دبي عام 1977، درس الأساسية والثانوية في دولة الإمارات والتحق الجامعة في الجامعة العربية ببيروت، حاصل على ماجستير إعلام صحافة وإعلام، عمل في صحيفة الأيام كمراسل صحيفة الأيام في صنعاء، ومراسل لعدد من الصحف والمجلات العربية منها النهار والصدى الإماراتية. عمل مؤخرا نائب رئيس تحرير يمن أوبزرفر الناطقة باللغة الإنجليزية، واعتزل الصحافة مؤخرا بسبب الأحداث في اليمن كي لا يحسب على طرف معين، ولا زال عين 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 عبد الفتاح عاطل عن العمل، متزوج ولديه ابنة هي يقول مصدر سعادته في هذه الفترة، حفظها الله يا عبد الفتاح. أهلا وسهلا فيكم جميعا ومنورين شاشة قناة العقيق. طبعا أنتم عارفين لقاءنا الآن التحليلي الخاص بما دار في المشهد السياسي طوال هذا الأسبوع في الساحة اليمنية، وحنبدأ من موضوع المسيرات والتجهيز للمسيرات والغرض منها واستمراريتها إلى يومنا هذا. نبدأ أستاذ صخر. احنا لو تابعنا الحفل اللي حصل للمؤتمر الشعبي العام والمكانه الشعبيه اللي ما كانواش متوقعين لها اصلا، هم كانوا متوقعين انه علي عبد الله صالح هذا خلاص شخص عافي عليه الزمان ومكانته الشعبيه انتهت، وهذا اللي كانوا يسعوا له اصلا وكانوا يحاولوا بقدر الامكان. الاحتفالي حق المؤتمر الشعبي العام والزخم الشعبي اللي حصل حتى انها كانت بدون دعوه، عادت على الرئيس الزعيم علي عبد الله صالح الى المربع الاول. الاحتفالية هذه هي السبب الرئيسي لتأجيجهم ودعوتهم إلى المسيرة المليونية للاتجاه إلى أين؟ إلى منزل الزعيم علي عبد الله صالح. يعني هذه المسيرة هذه اللي كان، هل الهدف فيها فقط شخص؟ هل العمل النضالي يستهدف أشخاص أم يستهدف أهداف؟ هم مستهدفين أشخاص أصلاً من البداية. تتفق يا عبد الفتاح معك هذا الأخ كبدأ أستاذ كامل؟ تعطيني نسبة من الصحة لما قالوا بالنسبة للابتزاز، العملية هذه موجودة ومستمرة من زمان من بعد توقيع المبادرة الخليجية. لو نراجع ذاكرتنا للخلف نلاحظ أنه كل ما كان لديهم مشروع أو لديهم تعيينات أو لديهم شيء يواصلوا عملية الضغط المسيرات على سواء كان على الزعيم علي عبد الله صالح او على الرئيس علي عبد ربه منصور هادي. اقصد انا وصلني خبر انهم طلبوا مليار دولار على اساس انهم يوقفوا المسيره هذا. يعني ساوموا في المسيره؟ ساوموا في المسيره انهم يحتاجوا مليار دولار. منزل الزعيم من اخبار الانترنت والصحف.
ما تدخلش في اطار الشائعات. المبلغ كبير يعني مبالغ فيه، هم بينسبوه مليار دولار يعني، لو قالوا مليار يمني هو بينسب الى الاستاذ صلاح الصياد. ايوه الاستاذ صلاح الصياد اللي نزل، قالوا في صفحه الاستاذ صلاح الصياد في صفحته، في صفحته الشخصيه في صفحتها الشخصية، وقال انه حصلت اتفاقية بانه يحرفوا مسار يحرفوا مسار المسيرة بمقابل مليار دولار. يعني اذا قد كانت كل ما لديهم عملية ضغط سواء كانت لمطالب سياسية او لمطالب مادية خرجوا المسيرات. يعني اعتقد طيب اذا كنا نقول انه الضغط من اجل المال، المال هذا لاين يوجه؟ يعني هل يوجه للشباب، يوجه للتنميه، هل الغرض منه بالضبط اي شيء؟ نهائي لا يمكن انه هذا الاموال بتوجه للشباب، هذا حاجه معروفه. انه المساعدات اين راحت من بدايه الازمه من سنه ونص او اكثر من سنه ونص؟ مليارات اللي حصلوا عليها من بالساحه، سواء كانت مساعدات سواء كانت تبرعات سواء كانت، وين راحت كلها؟ الشباب بالنهايه استغنوا عنهم، بالنهايه الشباب ما فيش لهم اي حاجة. طيب أستاذ كمال، لو رجعنا ربطنا ما بين المسيرة والتفجير الإرهابي البشع اللي حصل برئاسة الوزراء، يعني هذا الترتيب اللي ما قدرش، يعني في الشارع، يعني وإحنا بنحاول نجيب على أسئلة المشاهدي برنامج الملكة بلقيس، الشارع ربط بقوة ما بين المسيرة وبين الحادث الإرهابي البشع هذا وما بين يوم 11 سبتمبر، كيف تفسر هذا الموضوع؟ أنا كنت من الموجودين أصلاً. ايوه طبعا بحكم انك موظف في رئاسه الوزراء. موظف في رئاسه الوزراء، الحادث كان مأساوي جدا. مش مأساوي، بشع. مأساوي وبشع، وحتى انا كنت من اول الاشخاص الذي وصلوا الى المكان الى مكان الحادث. بالنسبه لارتباطه بعمليه المسيره يجيب نوع من الشكوك في الامانه، يعني وارد الشك. وارد الشك جدا بارتباطه بالمسيره. وفيه ارتباط اخر بيربطوه بالقاعده، لانه مهددوا قبل يومين او قبل انهم ينتقموا للشهريه، الشهريه اللي قتل. هو هنا هذا الشيء اللي بيفجعك. يعني هل في تعاون خفي او صفقه زي ما قال الاستاذ عبد الفتاح ما بين اللجنه التنظيميه وما بين القاعده باي شكل من الاشكال؟ فيه في فيه فيها عمليه ارتباط كبيره جدا بالنسبه لهذا، ما بين القاعده والخبره حق الاصلاح، يعني هذا حاجه معروفه. طيب خلينا ننتقل لكمال بحكم انه رئاسة الوزراء. احنا يعني التاريخ يشهد لوزير الداخليه بانه كان نشيط وكان رجل جيد في محافظه تعز وفي الانتربول، يعني تاريخه جيد، يعني عندما ترجع للسي في جيد، لكن ايش اللي خلى لما مسك وزارة الداخلية بهذا الضعف الذي أغضب الشارع اليمني؟ الآن اللي يهمني أنه المواطن اليمني غضب جدا من وزير الداخلية، يحمله أغلب المسؤوليات، يحس بأنه لم يستطع يحميه، يحس بأنه أضعف وزارة الداخلية وكانت أقوى من قبل كذا. يعني كيف تفسر هذا الموضوع؟ أولا كان خليني أعود لك الموضوع التفجير. التفجير حق يوم امس حصل متزامن مع المسيره، وكان الغرض منه على اساس معروف توجيه التهمه لمن؟ لعلي عبد الله صالح والانصار علي عبد الله صالح بحجه افشال المسيره. يعني هذا حاجه كانت معروفه. اما بالنسبه لوزير الداخليه، هو كان من قبل ناجح في عمله ونشيط في عمله، لانه كان ما يختمش في فئه معينه ولا بيشتغل لصالح فئه معينه. الان هو توجهه وشغله لصالح فئه معينه على حساب فئه معينه. يعني حزب قصدك؟ حزب جماعه رشحتها وجماعه اختارت على انه يكون وزير. لهذا هو بيحاول بقدر الامكان انه يرضيهم، بيتلقي توجيهات من هذه الفئه ومن هذه الشخصيات. ولهذا والشعب والشارع، في هذه المشكله انه الشعب والشارع اصبحوا هم انفسهم القيادات اصبحوا مقسمين له. هذا تبع فلان، هذا تبع فلان، هذا تبع فلان، هذا تبع فلان، وهذه هي المشكله. يعني حتى اللي حصل مثلا عنده في وزاره الداخليه، اول حاجه فكر انه مثلا يقصي كل شيء موجود عنده في وزاره الداخليه، خرجوا النجده، ادوا لي من الفرقه حمايه شخصيه. يعني اذا قد كانت بدات عمليه اقصاء الاخر وخدمه فئه معينه من عندك من داخل مكتبك، كيف ممكن انك تتعامل مع بقيه الشعب؟ صعبه. طيب كذا المشاهد قد بنحس انه غضبان جدا من هذا التحليل، علشان كذا حريحكم بفاصل واعد لكم بعد الفاصل.